كلنا بنستنى رمضان عشان رمضان شهر المنح والنفحات والهبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم بيها أحباب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج لهم من كنوز تحت العرش. وعشان نحوز من الكنوز دي لازم نكون في صحبة الجمال كله، جمال حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنذوق حلاوة إن سيرته تبقى مسيرة نور وخير وجمال. ولا تعسروا مع الدكتور عمرو الورداني يومياً 3:15 عصراً في رمضان على قناة مصر الأولى.